في عملنا. الله يوفقك وأن يبارك فيما نقول وما نقرأ، نفعل عن دين الله وعن صحابة رسول الله وعن عرض رسول الله. والله ثم والله إن البركة تحل علينا بهذه بالعمل في هذه القناة، رغم ما نعانيه من ضائقة مادية، لكن والله نفرح ونأتي إلى هذه القناة ونفتح بابها ومنذ 10 سنوات والله ثم والله لا نقرأ إلا في هذا المجال دفاعا عن دين الله. لا نبغض أحدا ولا نبغض الشيعة ولا نبغض أي من طوائف الطوائف غير الإسلامية ولا حتى الديانات غير الإسلامية، لأننا أمرنا فقط دينا أن نحيي الأنفس جميعا وأن ندعو الناس جميعا ونسير على نهج سيدي ولدي آدم محمد صلى الله عليه وسلم. فيا أيها الشيعة في العالم لا تحسبوا أننا نبغضكم وأننا نريد أن ننتصر عليكم، فالمسألة ليست نصر بلا هزيمة، المسألة دين، والدين في هذا الكتاب الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم الصحيحة التي هي دولت. فلا تستمعوا إلى هؤلاء وعودوا إلى كتاب الله وسنة نبيه، وليعلم الجميع أننا نحبهم في الله ولا نريد من الله منهم جزاء ولا شكور، ولكن نريد من الله الجزاء والشكور، الجزاء الأوفى، ونريد أن نكون مع محمد وآل محمد وأصحاب محمد وأتباع محمد ومع علماء المسلمين الثقات في كافة البقاع والأصقاع. اللهم بارك في هذه القناة وبارك في صاحبها والقائمين عليها واجرنا أجرا من عندك، لا نريد إلا أن نحشر مع هؤلاء في نهاية هذا الشهر الكريم. أشكر لحضراتكم حسن المتابعة، انتهت المناظرة، أنتظركم غدا لتتواصلوا معنا بإذن الله تعالى، وأنتظر تواصلكم. سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.